طب فاكره لما نزلوكي من على المسرح في فرح بنت الرئيس السابق؟ فاكره دي واقعه حقيقيه. ليه بقى نزلوكي من على المسرح؟ فاكره ساعتها القلم اللي خدتيه؟ حبيبتي منى بنت عبد الناصر، السيد الرئيس عبد الناصر الله يرحمه، ورقصت انا. وبعدين كان في سالت الفرقه انا عايز اعمل حاجه جديده في الشو بتاعي اللي بقدمه. قالوا لي كان في غنوه زمان لواحده اسمها احلام، اسمها زغروطه بيتنا، زغروطه حلوه رنت في بيتنا والكورالي وروح مزغرط، وانا مطيره حمام ابيض. انت مجهزه الحمام يعني؟ كنت جايب معايا قفص حمام ودخلوه التفتيش. وعارفين انك هتعملي كده؟ وعارفين ان انا هعمل كده. فطلعت على المسرح وبطير الحمام، باب لقيت قلم على خلقتي، وقعت في الارض ما وقعتش، الستاره اتقفلت. مين اللي ضربني؟ ما اعرفش. ما هو الحمام ده الله اعلم فيه ايه، القنابل ولا بتاع ولا حاجه. لازم كنت تقولي الله يرحمه الرئيس عبد الناصر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه، واحنا جيله، انا جيله شخصيا. عرف المعلومه بعد جابني، حطولي بلطو عليا كده، وطبعا المكياج اتلخبط والعياط. رئاسي قدام كام رئيس جمهوريه؟ كتير. مين اكتر ناس فاكراه؟ عبد الناصر اولا، السيد رئيس السادات، الملك حسين، اللهم صل على النبي، اجانب كارتر، كيسنجر، مين تاني؟ في حد من الامريكان كان بيقولوا بيحب نجوى فؤاد، كان كل ما يجي يطلب كان بيجي لك مخصوص. كيسنجر اعظم دماغ في العالم. اعظم دماغ في العالم، وطلعها لي بعض المذيعين، استاذنا الكبير، في دفتر عن قصه حياته، وكاتب كذا فول سكاب عليا. والله والله فاكره.